بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 43. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أتواصل معكم في هذا البرنامج من أحكام القرآن الكريم. قد توصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعاً عليماً، إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآيات الكريمة يقول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله جل وعلا يوصف بأنه يحب ويكره، فيحب الأعمال الصالحة والصالحين من عباده، ويبغض الأعمال السيئة والعاصين والمخالفين من عباده، وهو حب وكراهية يليقان بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كحب المخلوقين أو كراهية المخلوقين. والجهر معناه رفع الصوت ويقابله السر، والسوء معناه الكلام السيء، الكلام السيء من السب والشتم وغير ذلك مما فيه تنقص للآخرين أو إساءة أدب معهم أو انتهاك لحرماتهم، فالسوء هو ضد الحسن، ما يسيء إلى الناس، وهذا محرم وظلم للناس، ولذلك لا يحبه الله عز وجل ولا يحب أهله. فالواجب على المسلم أن يطهر لسانه من الكلام القبيح والكلام السيء الذي يواجه به الناس، والواجب أن يواجههم بالكلام الحسن. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. والكلمة الطيبة لها أثر، والكلمة الخبيثة لها أثر. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من الجهر بالسوء من ظلم، فمن ظلم فإنه يدفع الظلم عن نفسه،
يشتكي من ظلمه ويتكلم عند الحاكم بظلمه واعتدائه، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة، لأنه يتوصل به إلى الحق. وكذلك له أن يدعو على من ظلمه، له أن يدعو على من ظلمه، لأن هذا من باب القصاص. وكذلك له أن يرد السباب بمثله، فيجوز أن يرد على من سبه بكلام، أن يرد عليه بمثله من باب القصاص. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذه الأمور يجوز الجهر بالكلام السيء الموجه إلى الظالم لينتصر منه وليتوصل إلى حقه وليقتص منه، إلا من ظلم يعني، فيجوز له أن يجهر بالكلام الذي يتوصل به إلى حقه. ثم قال جل وعلا: وكان الله سميعا بصيرا، سميعا لأقوالكم وبصيرا، وكان الله سميعا عليما، سميعا لأقوالكم عليما بنياتكم ومقاصدكم، ما تسرون وما تعلنون. وهذا فيه تحذير من أن يتجاوز الإنسان الحد إذا انتصر من ظالمه، حتى في الكلام، فلا يجوز له أن يزيد عن التوصل إلى حق، عن ما يوصله إلى حقه، أو عن الحد الذي ينتصف به ممن سبه أو شتمه. فالله جل وعلا سميع، يسمع الظالم ويسمع المظلوم، سميع للأقوال، عليم بالأفعال والنيات والمقاصد، فيجب على المسلم أن يقف عند حده إذا انتصر من ظالمه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.